مساء الخير على حضرات مشاهدينا وحلقة جديدة من همزة وصل. خلينا نتفق ان هذه الفترة هتزيد الشائعات بشكل كبير جدا في كل المجالات عن مصر. يمكن احنا كل يوم في حلقتنا في همزة وصل بيكون معانا خبر وبنشوف مدى صحته وهل هو شائعة ولا لا وبنتأكد منها، واذا كان هي شائعة فاحنا بننفيها من خلال مصادرها. النهاردة برضو هنشوف بعض او كتير من الشائعات اللي هتخص شوية قطاع الصحة بشكل كبير، ويمكن بالفعل بدأت هذه النوعية من الشائعات وبدأت انتشرت في الفترة الأخيرة شائعة عن المستشفيات ومدى جاهزيتها لإجراء العمليات الجراحية. وفعلا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدم جاهزية المستشفيات الحكومية لإجراء العمليات الجراحية الحرجة، وده يمكن لإثارة الفزع والخوف عند المواطنين بشكل كبير جدا في ظل أن الناس بالفعل عندها حالة من التخوف في الفترة الأخيرة. المركز الإعلامي مجلس الوزراء تواصل مع وزارة الصحة واللي نفت بدورها نفي قاطع للأنباء عن عدم جاهزية 80% من المستشفيات الحكومية لإجراء العمليات الجراحية الحرجة للمواطنين، وبالفعل أكدت أن المستشفيات عندها استعداد تام لتلقي أي عمليات جراحية، مشددة على جاهزية المستشفيات الحكومية سواء التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإجراء جميع العمليات الحرجة والتدخلات الطبية الحرجة للمواطنين خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. وقد تم الانتهاء بالفعل، ده حسب بيان لوزارة الصحة، ان تم الانتهاء من 413,201 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئاسة للقضاء على قوائم الانتظار منذ انطلاقها في شهر يوليو من عام 2018. ويمكن كلنا تابعنا هذه المبادرة واللي أثنى عليها مواطنين كتير جدا من أرض الواقع. كان دايما هناك كاميرات بتتابع هذه العملية وهذه المبادرة بشكل كبير، وشفنا كمان إزاي قدرت الدولة إنها تقضي على قوائم الانتظار في الخاصة بالعمليات الجراحية. دي كانت الشائعة اللي انتشرت في الفترة الأخيرة، واللي زي ما تعودنا إن المركز الإعلامي بيكون معني بالرد على هذه النوعية من الشائعات اللي كل دقيقة تقريبا بتخرج شائعة بتخص أي حاجة حيوية تمس المواطن بالهدف منها إثارة الذعر والبلبل. معنا كمان الموضوع اللي لا يعلو صوت عليه سواء في مصر أو في العالم. وفي مصر المتداولين على مواقع تويتر كان الهدف أو الموضوع الرئيسي عندهم بالأمس هو قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين أو تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وبالفعل تصدر موقع تويتر خبر تعليق الدراسة في مصر، والهاشتاج تصدر في كل أو ناس كتيرة جدا تناولت هذا الهاشتاج على تويتر. هنجد أن سماح أنور قالت القرار ده مش للترفيه والفسح والاستهتار، القرار ده عشان يحافظوا على أولادكم، لموا عيالكم من الشوارع والكافيهات وخليهم جنبكم في البيت وبلاش موضوع الدروس والسنترات ده، ربنا يسترها على مصر. طيب ده كان رأي. في كمان محمود توفيق قال أحسن قرار في 2020 عشان يقلل من انتشار الفيروس. معانا كمان تويتة تانية من حد، بتأجيل الدراسة شيء ممتاز يدل على دور الدولة بجد وحقوق المواطن المصري ولسلامة الطلاب. معانا تويتة تانية، بعد ما تم تأجيل الدراسة في مصر أتمنى من أولياء الأمور إنهم ما يخرجوش أولادهم على قد ما يقدروا، أوروبا كلها أجلت المدارس وقفلت القهاوي ودور السينما والمناطق السياحية عشان يعرفوا يحصروا الأعداد المصابين وتقليل انتشار الفيروس. دي كانت تويتات الخاصة بتأجيل الدراسة. برضو في أسامة محمد بيقول سبب تأجيل الدراسة في مصر أو تعليق الدراسة بسبب الفيروس والأمان يكون أكثر، لأن كلنا عارفين الأطفال والمدارس الابتدائي والإعدادي ما شاء الله الأطفال مش بيبعدوا عن بعض. في تويتة تانية، العالم كله فيه حالات ذعر وخوف من فيروس كورونا وإحنا في مصر تقريبا بنعيش أسعد لحظات حياتنا بسبب تأجيل الدراسة. معنا تاني، أيوة أتمنى حقيقي مع تأجيل الدراسة ده يحذفوا من المناهج. طيب في حاجة تانية معنا برضو، إذا لم يصدر قرار بمنع التجمع في المقاهي يا جماعة يبقى ما فيش فايدة من تعليق الدراسة، المقاهي مزدحمة جدا بشباب الجامعات والمدارس وده غير الشيشة القاتلة.
طيب دي كانت التويتات وتعليقات الناس على فكرة تعليق الدراسة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وشفنا كمان الناس كلها تضاربت الأقوال وتضاربت الآراء ما بين مؤيد ومعارض. البعض بيشوف إن هذا القرار هيروح وباء بلا لو ما تمش بالفعل إغلاق كل التجمعات وإن الولاد فعلا بقوا في البيوت، وفي البعض شاف إن هذا القرار هو أفضل قرار في هذه الفترة. برضو الموضوع الرئيسي لحلقتنا النهارده مش بعيد خالص عن التويتر اللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي امبارح، وهو تعليق الدراسه في مصر. والدراسه في مصر في الحقيقه كانت من طلبات كل الاهالي تقريبا اللي متابع مواقع التواصل الاجتماعي، يشوف انه كان طلب ملح للاهالي خوفا طبعا على اولادهم. وبالفعل امبارح الدوله قررت انها تعلق الدراسه لمده اسبوعين، وده معمول في اكبر الدول ومعظم الدول اللي انتشر فيها الفيروس بشكل كبير جدا، وده طبعا خوف من الدوله على اطفالنا وابناء الجامعات وكل المواطنين تقريبا. ولكن السؤال بقى المواطن نفسه دوره ايه في هذه المرحله؟ الدوله من جانبها اتخذت القرارات الاحترازيه المطلوبه في هذه المرحله وادت عطله او اجازه من المدارس، ولكن الدور علينا احنا كمواطنين ان احنا ازاي نتعامل مع هذه الاجراءات الاحترازيه لمنع انتشار هذا الفيروس، ده اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم النهارده، خاصه إن الدولة أعلنت ما يشبه خطة طوارئ أو استراتيجية للفترة القادمة، وخصصت كمان مبلغ 100 مليار جنيه للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره بشكل كبير جدا. إذن الدولة من جانبها بالفعل عملت اللي عليها واهتمت جدا بالموضوع ولبت رغبات الكثيرين في الخوف على أبنائها. وطبعا الدولة لما استشعرت ان هذا القرار هيحمي ابنائها اتخذته على الفور. خلونا نتكلم النهارده بقى عن احنا كمواطنين دورنا ايه في التعامل مع هذه القرارات الاحترازيه، ده هيكون موضوع حلقتنا النهارده اللي هنناقشه مع حضراتكم من خلال الاجابه على سؤال حلقه اليوم، وهو كيف ترى دور المجتمع في تنفيذ قرارات الحكومة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؟ ده اللي هنتابعه مع حضراتكم واللي هنتظر طبعا تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. خلونا قبل ما نبدأ مع حضراتكم ومع ضيوف اللي هيكونوا معايا عبر الهاتف نروح نشوف هذا التقرير ونرجع مع حضراتكم سريعا. في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين. كما أعلن الرئيس السيسي تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. من جانبه شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن قرار تعليق الدراسة يأتي كإجراء وقائي من فيروس كورونا بهدف الحفاظ على أرواح وصحة الطلاب من التجمعات الكبيرة. وأضاف مدبولي أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 109 حالات حتى الآن، مؤكدا أن تعليق الدراسة يأتي كإجراء وقائي واحترازي للحفاظ على أرواح وصحة الأولاد من التجمعات الكبيرة وكذلك للمساهمة في الحد من الاختلاط. وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم 150 ألفا بينهم أكثر من 5700 وفاة في 137 بلدا ومنطقة. كما قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بنشر فيديو سلط من خلاله الضوء على إجراءات الحماية المتبعة بجميع منافذ الدخول للبلاد، وكذلك استعداد التستكك الحديدية للوقاية من فيروس كورونا بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك تأكيدا لحرص الدولة على التصدي للفيروس والحد من انتشاره من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية. كما أعلنت وزارة الصحة عن تعاون الوزارة مع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال مبادرة لنشر التوعية بشأن الفيروس بين المواطنين المصريين وغير المصريين داخل مصر. طيب ده كان التقرير اللي معانا النهارده عن الاجراءات والقرارات اللي اتخذتها الدوله عشان تقلل بشكل كبير جدا من انتشار الفيروس. هنعرف اكتر من ضيوف اللي هيكونوا معايا، ولكن قبل ما ابدا معاهم هيسمحوا لي ان احنا استعرض لحضراتكم بعض من اراء حضراتكم جات لنا على صفحه البرنامج. في تعليق من الأستاذ محمود الضو بيقول بعد توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة نرى دور المجتمع في تنفيذ قرارات الحكومة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إن قرار الرئيس بتعليق الدراسة هو إجراء احترازي ووقائي لمنع الاختلاط في هذه المنشآت مع تعقيم جميع المنشآت الحكومية
تحسبا لانتشار فيروس كورونا وملاحقة مراكز الدروس الخصوصية لمواجهة كورونا لتقليل التجمعات ووضع خطط مديرية الصحة في الفترة القادمة للحفاظ على سلامة المواطنين وباتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعقيم مبنى ديوان عام محافظة القليوبية لمكافحة الأمراض والأوبئة وكإجراء احترازي لمكافحة الفيروس المستجد. معنا تعليق تاني من محمد الطواب بيقول: بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليق الدراسة نرى مدى أهمية دور المجتمع في تنفيذ قرارات الحكومة فيروس كورونا. نعم الوقاية خير من العلاج، واتباع تعليمات إدارة الوطن للوقاية والمصلحة العامة والحفاظ على صغار إجراءات احترازية وقائية فعالة والخروج للضرورة جاء بعد ظهور أكثر من بؤرة لفيروس كورونا المستجد لداخل مصر، وهو ما جعلنا ننتقل للمرحلة الثانية لمواجهة الفيروس. لذلك جاء قرار الرئيس بتوجيه الحكومة بتعليق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين كإجراء احتراز الحفاظ على صحة أولادنا ولمنع أي اختلاط يمكن أن يساعد في انتشار المرض. معنا تعليق آخر من هناء محمد بتقول: يجب وضع خريطة لأماكن التجمعات لوضع خطة لحصار الفيروس ومقاومته في حالة الطوارئ وتفعيل دور الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس والتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لتفعيل دور المدارس والتنسيق مع الجامعات لنشر الوعي الثقافي بخطورة المرض وأسلوب الوقاية منه. كما يجب تفعيل دور رجال الدين والكنيسة والمسجد لتوعية المواطنين بأخطار الفيروس كما والأعراض والإرشادات الواجب اتباعها لتلافي الإصابة والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني للتوعية ونشر الوعي الصحي بمرض الكورونا. أستاذة هناء بنشكرك جدا على ذكرك لعدد من الجهات اللي ما تطلق عليها المجتمع المدني ودوره في الفترة القادمة. معنا تعليق آخر من أستاذة ناهد عبد الفتاح بتقول: السلام عليكم، رغم أن الحالة في مصر لا تستدعي كل هذه الإجراءات إلا أن رعب أولياء الأمور أدى لاتخاذ هذا القرار، وكان يمكن الاكتفاء بغلق جزء من المدارس، ولكن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية جعل القرار عام، وعامة بعد انتشار الأمراض المعدية في الشتاء يجعلنا نتساءل لماذا لا يتم تغيير مواعيد الدراسة ليكون صيفا أو يكون هناك عام دراسي في الصيف وآخر في الشتاء لتخفيف أعداد التلاميذ. وفي كل الأحوال المدرس مستمر طوال العام. طيب دي كان آخر تعليق معانا، وخلونا نبدأ. يمكن آراء حضراتكم طبعا كلها مفيدة جدا وبتتطرق لنقاط مهمة جدا للنقاش مع ضيوف اللي هيكونوا معايا عبر الهاتف. معايا أول اتصال للحوار الدكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق. دكتور أحمد تحياتي ليك. أهلا وسهلا بيك. يعني طبعا حديث العالم مش مصر، مش الشارع المصري فقط، هو فيروس كورونا والتخوف من عملية انتشاره بشكل كبير. عايزين حضرتك كده في إيجاز تعريف الناس بهذا الفيروس ومدى توافق ده مع حجم الخوف والرعب من انتشاره. الفيروس في حد ذاته فيروس ضعيف، ولكنه طبعا سريع الانتشار، سريع التحور، وده مشكلته. وبعدين المشكله الثانيه ان هو معدي في فتره النقاه، يعني قصدي معدي في فتره بدايه المرض او بيسموها فتره. طبعا هذا الفيروس، طبعا الاجراءات اللي اتبعت فعلا في مصر واجراءات الحكومه كانت حرصا على سلامه وصحه المواطن، كانت اجراءات عظيمه جدا. من طبعا احنا كان دورنا بقى في هذا الوقت، هم الاجراءات الاحترازيه الكبيره عملوها واشكرهم، احنا بقى المفروض نوعي الشعب ازاي ان هو يعني بعدا عن الاصابه وبعدا عن التقاط العدوى. انا بقول اول حاجه عندنا طبعا غسل اليدين مهم جدا، ولكن انا بلتفت لنقطه اهم، هي نقطه تقويه المناعه. فيتامين سي مهم جدا جدا جدا، والثمار الحمضيه والجواف والبرتقال، لان الفيروس العلماء قالوا لا نملك علاجا الا ان تتقوى مناعتك، مناعتك سلاحك قبل وبعدين الغذاء قبل الدواء. فيتامين سي طبعا، سيلينيوم اللي موجود بكثره مهم جدا، فيتامين د، ما تقوليش بقى فيتامين د اللي مش موجود، انسى بقى هتقع منك الـ 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 المناعه. طب عشان ما يبقاش يعني هو تقريبا الكلام حضرتك بتقوله، يعني الاهالي والمواطنين كلهم بيقروا بشكل دوري تقريبا، يعني الشاشات كلها، شاشات التلفزيون، الاذاعات، كله بيتكلم عن هذه النقاط، ولكن انا يعني هنقل لحضرتك التساؤلات من قلب المواطنين. يعني هناك بما ان حضرتك متخصص في هذا النوع، فكره ان الفيروس فعلا عند درجه حراره معينه والمفروض ما بيعيش، فده مع دخول الصيف ده يطمن الدنيا اكتر. هل المعلومه دي صحيحه؟ لان اختلفت الاقاويل عليها، هل المعلومه دي صحيحه ولا خاطئه؟ قديما كان الفيروس هذا الفيروس موجود طول العام بس بنضره،
يعني ولكن طبعا في الصيف بيكون ندرته، ولكن يصل ذروته في الشتاء وينكسر حدته في الصيف. طبعا احنا بنقول ده كلام اللي هو في المراجع والابحاث العلميه اللي كنا شغالين بيها، ان هو ذروته في الصيف وبانكسار وينكسر مع ظهور ذروته في الشتاء وينكسر في الصيف. ينكسر في الصيف، ولكن طبعا لا زال الامر برضه بعد تطوره وتحوره يعني اصبح الامر برضه يعني لا زال تحت البحوث، ونشوف بقى نتيجته ايه. مع انا شايف ان يعني في افريقيا مثلا الفيروس يكاد يكون منعدم او مش موجود، او اذا كان موجود بنظر معنى ذلك ان الحراره فعلا لها تاثير عظيم، او وجود الشمس وبثقلها مثلا باشعتها طبعا دون بكل عامل مهم جدا في القضاء على هذا الفيروس، او على الاقل يحد من انتشاره على الاقل فيها. طيب طيب ده ياخدنا برضو النقطة تانية، هل ده معناه ان الشخص المصاب ببرد دور برد الطبيعي جدا بيبقى هو اكثر عرضة ان الفيروس يتنقل له، ولا بيكون يعني بيكون مناعته ساعتها وقتها ضعيفة، ولا لازم يبقى ممكن يبقى شخص عادي جدا ما عندوش اعراض برد ويصاب او يتنقل له الفيروس بسهولة؟ ده سؤال عظيم جدا. اولا كل فيروس له مدخل معين. يعني كل فيروسات عامه كل فيروس بيكون له مدخل معين ومستقبلات معينه في الجسم. صحيح. ده خلاف ده خالص ملوش دعوه، الاثنين دول يختلفوا تماما عن بعض. طبعا مدخل الكورونا بيكون له مداخل او مستقبلات معينه مجهزه له، طبعا بيخش فيها ويبدا العدوى. احنا بنقول لهم انا اهم حاجه عندي ان يكون الحل مبلل او الحل رطب. كلمة رطب ان الفيروس الكورونا دهني فلا يستطيع الالتصاق بالحلق المبلل او الحلق اللي هو رطب. من طبعا من ذلك بننصح كثرة شرب الماء، كثرة السوائل، كثرة الاستنشاء، كثرة المضمضة، يعني نخلي الجسم رطب. الجهاز او يعني الحلق اللي هو مدخل الفيروس. طبعا لما بيخش الفيروس على هذا اللي بيكون فيه رطب طبعا بيحد منه، اول ما بيقدرش الالتصاق. لان اول خطوات الفيروس لدخول الجسم اللي هو اول حاجه يلتصق، ثم يبدا الرحله بتاعته في المرض، في رحله المرض او رحله قسوته على المريض. طب هستاذن حضرتك تبقى معايا وهرجع حضرتك طبعا تاني، عندنا اسئله كتيره في هذا الجزء دكتور احمد، وانضم لينا الدكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه. دكتور مجدي تحياتي ليك. اهلا وسهلا بيكم استاذ المشاهدين. اهلا بحضرتك. طبعا حضرتك دايما وجودك مرتبط بازاي نعلي المناعه عند المواطنين، فعايزه حضرتك كده تدينا روشته لكل المشاهدين يعلوا في الفتره دي. يعني في اسبوعين الاهالي المفترض ان هم مركزين قوي مع اولادهم عشان يرفعوا مناعتهم، وحتى المواطنين نفسهم يرفعوا مناعه نفسهم. ازاي في هذه الفتره الامهات والاهالي يرفعوا مناعه اطفالهم بشكل كبير عشان لما يرجعوا تاني للدراسه يكونوا عندهم حائط صد لاي من الفيروسات، وخاصه طبعا فيروس كورونا؟ انا اطمنكم ان في الصين تم رفع حوالي 70,000 من الذين اصيبوا بهذا الفيروس وفي فترة قليلة حوالي 10 ايام اسبوعين. ازاي؟ واحد، ان هم تم تنويم المرضى دول في المستشفيات، عملوا لهم 14 مستشفى بس في ووهان. دلوقتي المستشفيات دي قفلت وخلاص، قالوا انتوا مش عايزينكم خلاص، وازالوا المستشفيات. ازاي؟ اول حاجة التنويم في المستشفى بيلزمنا ان احنا ننام في ساعات محددة زي الجيش، يبقى انا بننام في ساعات محددة مبكرا وفي الظلام وبدون ضوضاء ومفيش حد بيشغل محمول، ده فعلا بيرفع المناعة فترة قصيرة، وده اللي لمسناه في الصين. واحد. اثنين، التنويم في المستشفى اقترن بتغيير النمط الغذائي، بيغذوهم صح، التغذية الجيدة ترفع المناعة. مش هنقول هتقضي على الفيروس، مفيش علاج اكيد ومفيش تطعيم، ولكن فعلا اما تم تغيير النمط الغذائي وابتدوا يتغذوا صح حصل فعلا رفع مناعة. ثلاثة، ان لاحظوا ان في علاقه بين الاعياء الشديد ووجع العضلات ومشاكل العضلات في هؤلاء المرضى، وبالتالي الراحه مع العلاج الطبيعي مع ممارسه الرياضه رفعت المناعه. بعد كده كمان وجدوا ان في نسبه كبيره من الرجاله كانت بتموت المسنين عشان عده اشياء. من الحاجات اللي انا لاحظتها واكدها الابحاث الحديثه خاصه بعد الفحص،
48,000 ملف للمرضى في ووهان، وجد ان في ارتباط بين التدخين وهناك اكثر. انا صوت حضرتك مش واضح، ممكن حضرتك توضحه اكثر في النقطه دي؟ وجد ان في علاقه بين تدخين التب والعصب ووفيات واصابات فيروس الكورونا المستجد. تمام. وبالتالي لما دخلوهم المستشفى منعوهم عن التدخين فتحسنت حالتهم، وده رائع جدا. بعد كده كمان وجدوا ان التفاؤل مهم جدا، وابتدوا يشغلوا لهم مزيكا، ويبقى فيه حتى رقص جماعي للمرضى والاطباء، وابتدا الروح المعنويه ارتفعت. رفع الروح المعنويه يؤدي لتحسين المناعه. تمام. وقله الروح المعنويه تؤدي للتوتر والاصابه في 40 مرضا. بعد كده كمان وجدوا ان تعزيز المناعه، تعزيز المناعه بقى ابتدوا يستخدموا اعشاب طبيعيه ويستخدموا بعض المأكولات، وفعلا وجدوا ان في بعض الاغذيه بترفع المناعه. مش هنقول ضد هذا الفيروس مخصصا، ولكن بشكل عام نرفع مناعه اولادنا ازاي؟ ان احنا نبعد عن الاغذيه الغربيه السريعه النمط. معلش عشان كلمه رفع المناعه دي كلمه يعني عامه شويه، ممكن امهات كتيره واهالي كتيره ما بيبقوش عارفين يبداوها ازاي، خاصه في الفتره زي ما قلت لحضرتك هم مركزين دلوقتي على يعني دي. أيوة. وسيله من اساليب الوقايه حاليا، اكني بديهم روشته للوقايه. إيه؟ يصحوا الصبح يعملوا ايه يعني على مدار اليوم؟ اديني يوم كده يقضوه ازاي الاسره مع اولادهم عشان يرفعوا مناعتهم. لازم انا بقدوه الاولاد، يبقى لازم الصبح الام تقعد مع اولادها ويبتدوا طقوس الصباح للفطار. يبقى لازم نفطر، لازم نفطر. والوجبه البسيطه اللي احنا هنطلع هنرشحها دلوقتي المصريين يفطروا بيها عشان تحميهم من الكورونا، وجربناها ايام الكورونا 2012 اللي كانت في المملكه العربيه السعوديه، وجربناها ايام كورونا ستارت اللي جت 2002. انا برشح البقول، والبقول كافه اللي انت عايز ياخد بقول طعميه زي ما انت عايز، اي بقول، عدس، حمص الشام، ترمس، اللي انت متوفر في البيت. يبقى البقوليات اول حاجه على السفره الصبح، بس لازم فيتامين سي معاها، لازم فيتامين سي بتورة ليمون او فلفل في السلطه. بعد كده كمان ناخد اي شيء في منتجات البان، زبادي او جبنه او الحاجات دي كلها او لبن، انا موافق ده في الفطار. بعد كده لازم احنا نتناول وجبات متناوله في طبيعيه تكون متحضره في البيت، مش جاهزه تكون فيها متوازنه في الكم والنور. انا برشح ان احنا برضو في وجبات الغداء والعشاء يبقى فيها سلطات متنوعه في الالوان، على الاقل 5 الوان، بحط عليها برضو الليمون، وحط عليها برضو زنجبيل، وحط عليها بهارات بشكل عام قدر الامكان، او نحن نحط مشروب الزنجبيل يبقى ناخده عده مرات. مش هنقول هيقتل الفيروس، ولكن بيرفع المناعه اكيد، والثوم ايضا بيرفع المناعه، والبصل بيرفع المناعه. عملنا الحاجات دي كلها مع ان احنا ناخد فاكهه عده ثمرات في اليوم من 3 ل5 للاطفال، و5 ثمرات متنوعه للكبار، ده بيرفع المناعه وبيديني مضادات الاكسده ومركبات الفايتو اللي بتحميني من فيروسات الشتاء. نمنع التدخين تماما في بيوتنا، عشان حتى لو دلوقتي هيقعدوا اجازه ممكن على تدخين الاب او الام، ده هياثر عليهم. تمام. نمنع التدخين، نمنع الدخول بالاحذيه، نحاول ان احنا نبعد عن نمنع الدخول بالاحذيه والمتلكه. نمنع الدخول بالاحذيه يا فندم؟ نعم. يعني نمنع الدخول، يعني ايه؟ يعني ما حدش يدخل البيت بالاحذيه يعني؟ ايوه، دخول البيت بالاحذيه اخطاره كبيره جدا، بيدخل فيروسات وبيدخل ميكروبات وبيدخل سموم جاي من الشارع، وبيدخل ودخول السموم دي يوم ورا يوم البيوت، ده بيلوثها وبيمهدلي لاصابه الطفل بمشاكل كثيره جدا، من ضمنها الحساسيات ومن ضمنها الالتهابات وهكذا. دخول الاتربه البيوت، الاتربه ممكن تكون على كتفي، على ملابسي، على شعري. دخول الاتربه البيوت ضبط او بالاحذيه، الاتربه البيوت برضه بيدخل لي مجموعه كبيره من الفيروسات اللي هتضر الاطفال، مش بس الكورونا المستجد. عملنا الحاجات دي كلها، ويبقى عندنا لازم نظام نغسل ايدينا كويس جدا بالماء والصابون عدة مرات في اليوم، وما نلمس الأنف أو الفم أو العين إلا بعد تطهير الأيدي أو غسلها بالماء والصابون، ونبعد شوية عن أي حد عنده أي نزلات برد أو الإنفلونزا، وإن إحنا يبقى عندنا إتيكيت العطس والسعال، ما نكحش ولا نقعد قدام حد، ولو عطست نقعد في منديل وتخلص منه بطريقة صحية، ده أعتقد هيقينا من أي فيروس إن شاء الله تنفسي. طب وبالنسبه يا فندم للمرضى اللي بيبقى عندهم حساسيه، او الاطفال بيكون عندهم حساسيه بشكل خاص، بيكونوا يعني اكثر عرضه واكثر تاثرا باي تغيرات جويه، هل في تعامل معين بيتم معاهم في الفتره الحاليه دي؟ هو شوف حضرتك، هو للاسف المرضى اللي هم عندهم حساسيه صدريه او حساسيه انفيه بيبقوا اكثر عرضه لفيروسات تنفسيه، ووجد فعلا المسنين كانوا في الصين برضو اللي عندهم حساسيات صدريه، دول كانوا اكثر عرضه للمضاعفات. نعمل ايه؟ بسرعه الجا للروشته بتاعتك او العلاج بتاعك، ظبط مع الدكتور اللي انت كنت بتعالج معاه او اي مركز صحي او اي مستشفى. لازم يبقى عندنا خطه مكتوبه للعلاج، واحد لعلاج الاعراض الموجوده،
للاستقرار عليها وخطه للوقايه لعلاج وقائي، وخطه الثالثه ويبقى مكتوبه بوضوح او مسجله عشان انا يوم ما تجيني الازمه اعمل ايه؟ يوم ما تجيني صدري اعمل ايه؟ ايه الدواء اللي هاخده؟ ايه البخاخ اللي هاخدها؟ ايه الجهاز اللي هاخده؟ وجراحات ازاي؟ واذا الحاجات دي مش موجوده اتصرف ازاي؟ واتصل بمين؟ ورا المستشفى لازم انا يبقى عندي خطوط في التدخل وقت الازمات عشان ما تحصلش مضاعفات، لان حتى في لندن بينبهوا على الناس يقول لك وقت الازمه الصدريه ممكن يبقى فيه معدلات الوفاه عاليه، يبقى الحل بننبه المريض الحته دي كلها ونمنع اشياء كتير قوي المهيجه والمسببات الحساسيه. طب هل المهيج اتفضل التدخين اهم مهيج وجدناه في البيوت المصريه 90% من البيوت المصريه تدخين الاب او الام او الطيور، ممكن يستمر حوالي اسبوع في البيت، مش هندخن في بيوتنا، مش هنسمح حد يدخن في بيوتنا، مش هنبوس، مش هنحضن، مش هنعمق حد في الاحتضان، مش هنسلم دلوقتي على الاطفال دول عشان ما نديهمش ميكروبات او اي مسببات تعمل حساسيات، وهنمنعهم من كل المواد اللي بتعمل تهيج، من ضمن المواد اللي بتعمل تهيج البخور، البرفان، العطور، المكياج، ممكن يعمل حاجات دي، المطهرات اللي بنستخدمها دلوقتي، في مطهرات هنستخدمها، خلي بالك، ممكن استخدم مطهر انضف بيه الارضيه بس يعمل حساسيه في ابني، فبرضه البسه ماسك وانا البس ماسك خلال عمليه تطهير وتنظيف الارضيه او تنظيف المكان. يعني فعلا المواد المطهره اللي بيتم الاعلان عنها انها دي مجديه ولا مجرد غسل الايدين بالشكل الطبيعي جدا ده كافي ان الحد الانسان يكون ايديه نظيفه على طول ده كافي بدون اللجوء للمطهرات معينه؟ غسل الايدي نمره واحد، غسل الايدي الماء والصابون بس جيدا نمره واحد، نمره اثنين الكحول الموجود في الصلاه، نمره ثلاثه لو انا ايدي نظيفه حتى الميه العاديه هتنقذني ومش هقول صابون محدد او اي مطهر محدد، هو كفايه كده علينا اللي انا قلت عليهم دول، بس لازم انا يبقى ايدي اظافر قصيره، لازم مش متسخه، ولازم انضف الاسطح، يبقى كل المسافات يا دكتور المسافات ما بين المواطنين وبعضهم مهمه؟ يا ريت تبقى متر الى مترين، يعني ما نقلش عن متر وخليها مترين، يبقى نقلل من الكثافه حتى في اماكن لا عشان نكون واقعيين يا دكتور، يعني عشان يتم يعني حضرتك تنصح نصيحه ويتم العمل بها فعلا، يعني فكره مترين، لكن لو تعاملنا مع بعض فكره اعاده المصريين السلام بحراره كده يعني التقارب دي نقضي عليها تماما؟ ولسه حد هيسلم دلوقتي؟ لسه في سلام دلوقتي؟ نعم لا طبعا مش مفيش سلامات خالص دلوقتي، مفيش سلامات، مش هسلم على حد ولا صاحب ولا في جنازه ولا في فرح، مفيش سلامات ارجوكم ولا بينا وبين الاطفال الصغار، لا لسه هنبوس، مش معقوله العالم كله دلوقتي بيحضر من هذه الاشياء، وحتى رجال الدين حتى بابا الفاتيكان لغى العظه بتاعته، وحتى السعوديه لغت العمره، مفيش بوس دلوقتي، مفيش سلم عليا من بعيد، سلم عليا ده اوطي راسي ليك وانا على بعد متر، نعم سلم على حد الايام دلوقتي وفيهاش كسور، دي نعم. حاجه مهمه جدا للوقايه. صحيح بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، وشكرا لكل التعليمات اللي حضرتك قلتها لنا النهارده قد ايه بتكون مفيده بالفعل للكل لبساطتها وسهوله تطبيقها على ارض الواقع، بشكرك شكرا جزيلا. خلوني قبل ما اكمل مع ضيوفي اللي هيكونوا برده معايا عبر الهاتف نروح نشوف بعض من تعليقات حضراتكم جات لنا على صفحه البرنامج ومعانا في صفحتنا على الفيسبوك. محمد سعد شلتوت بيقول قرار محترم جدا والمهم وقف الدروس الخصوصية وتجديد الرقابة عليها، وأعتقد ده بالفعل تم يا أستاذ محمد. أستاذ أحمد الناظر بيقول اللهم ارفع البلاء والوباء، تحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القرار الذي أنقذ أطفالنا من التجمعات والتكدسات، الواجب علينا نحن كمجتمع الابتعاد عن هذه التجمعات وعدم الذهاب بأبناء للدروس الخصوصية المتكدسة والنوادي، ولابد من التزام المنازل. معنا تعليق آخر من مصطفى سمير الشافع بيقول دور المجتمع هو الأساس في القضاء على هذا الفيروس، تعقيم الأدوات المشتركة في المنزل والمطاعم والأماكن العامة والنظافة الشخصية بسوائل معقمة، الجلوس في أماكن جيدة التهوية، عدم التواجد في أماكن الازدحام إلا للضرورة القصوى، تعقيم المساجد بعد كل صلاة وخاصة صلاة الجمعة، إلى آخر هذه الخطوات الإيجابية. خالص تحياتي شكرا لحضرتك. أستاذ أكرم حمودة بيقول كل امرئ بما كسب رهين، هذا وباء مستشري، القيادة السياسية اتخذت التدابير ممثلة في وزارة الصحة وحضرت، فيجب على الناس الالتزام لأن ذلك يؤدي لانحسار الوباء، أخذ الحذر والحيطة أمر به الشارع الحكيم، والفرد مسؤول أن يتبع ما فيه سلامته وسلامة المجتمع، حفظ الله مصر وأهلها. نبيل سليمان صابر بيقول أما بالنسبة لشعب مصر فهو دائما ومنذ قديم الأزل يجتمع وبتآلف عند الشدائد، الكل بفضل من الله يستجيب لشعار احمي بلدك احمي نفسك، ولا سوف تجد الأجهزة التنفيذية والتعليمية تواصل أعمال التطهير
لمواجهة كورونا بالمحافظات، مثال أسيوط يوجد بها حملات لمنع المنشآت الغذائية من تكرار استخدام الأكواب وتعقيم المنشآت بالمحافظة والمراكز في أسيوط. أستاذ أحمد سالم بيقول الدولة عملت مجهودات كبيرة ولسه في انتظار المزيد والمزيد من الجهود لمواجهة هذا الفيروس، ولكن لا يمكن أن يكون هناك فاعلية لتلك المجهودات بدون تضافر جهود المجتمع بأكمله وتنفيذ توجيهات الحكومة بكل صرامة للخروج من هذه الأزمة سالمين بأمر الله، حفظ الله مصر. آخر تعليق معايا هيكون أستاذ إلهامي عبد الرازق بيقول تعليق عمل المقاهي والشيش وتدخين المعسل في الكافيهات. نشكرك أستاذ إلهامي عبد الرازق، ويمكن دي كانت بعض من تعليقات حضراتكم. الكل أجمع فيها أن إحنا كمواطنين علينا دور مهم جدا، الدولة من جانبها خدت الإجراءات الاحترازية، لبت طلبات كتير بالخوف على أطفالهم بتعليق العمل بالمدارس، كمان الدروس الخصوصية. يمكن بعض التعليقات جت بتقول أو ما عندهاش المعلومة أن بالفعل تم غلق جميع المراكز الدروس الخصوصية وأي تجمعات، أندية كمان علقت كل أنشطتها وهذه التجمعات. يبقى مش الدولة مش هتيجي عند كل بيت تمنع النزول، إحنا كمسؤولية مجتمعية احنا اللي نمنع ونلبي هذا الطلب ان احنا نمتنع عن التجمعات في حدود يعني الضرورة القصوى فقط هي اللي ممكن تخلينا ننزل بأولادنا في التجمعات. يعني دي طبعا فترة ربنا ان شاء الله يعديها على مصر على خير وتعدي سريعا. معنا للحوار الدكتور وائل رفعت استاذ الباثولوجيا الاكلينيكية بالطب الازهر. معنا الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمثل واللقاح. دكتور أمجد تحياتي ليك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. طبعا إحنا لو حضرتك استمعت اتكلمنا عن فكرة المناعة وإزاي في الفترة دي نعلي مناعة أطفالنا بشكل كبير، وإحنا كمان كمواطنين سواء كل الأعمار تقريبا تعلي إزاي من مناعتها. يبقى سؤال برضو أهالي كتير بيسألوا فكرة ارتداء ماسك الوش ده أمر ضروري في الفترة اللي جاية ولا مش محتاجين إن إحنا نستعمل ماسكات للوش، لأن يعني التعامل معاه إزاي؟ الأول بوجه شكر للقيادة السياسية على فكرة تأجيل الدراسة دي، كانت فكرة مهمة جدا جدا لمنع انتشار العدوى مجتمعيا، رغم إن الفئة دي من الأطفال هي الأكثر الأقل إصابة والأقل الحمد لله ما فيش نسبة وفيات خالص. طب كويس إن حضرتك أثرت النقطة دي للمقاطعة، ده برضو نطمن الأهالي ليه الفئة العمرية دي ما سمعناش كتير عن وفيات في هذه الفئة، رغم إن ده مرتبط برضو بالمناعة، إن مناعة الأطفال معروفة إنها ما بتبقاش قوية. من نعمة ربنا ان هذا الفيروس حتى الان يوجد عدة دراسات عليه ان هو نسبة اصابته للاطفال اقل، وفيات من عمر يوم لحتى 10 سنين ما فيش دي وفيات لطبيعة هذا الفيروس في بعض الابحاث، وان هو مثل الجدير المائي عندما ياتي للاطفال ياتي ضعيفا وياتي للكبار ياتي شديدا على عكس معظم الفيروسات الفيروسية، وان دي من نعمة ربنا علينا الحمد لله. لكن فكرة العزل ان انت تنزل الاطفال 14 يوم اللي هو الاسبوعين هي فكرة حضانة الفيروس، انت في الفتره دي بتقضي على البؤر المجتمعيه اللي ظهرت، بتفحص المخالطين، وفي نفس الوقت بتمنع انتشار العدوى. الطفل ده رغم ان هو سليم معايا بس ممكن يعدي جده مثلا، ماشي، يعدي حد مسن عنده ممكن مشكله مناعيه، يبقى بره ويرجع يعديه. مظبوط مظبوط. الفئه دي طبعا هي ليها الشرس وكل اهتمام، لكن فئه كبار السن اللي عندهم مشاكل مزمنه هي الاشد خطوره. عشان كده احنا فكره انتشار العدوى المجتمعيه ان الطفل يقعد الطفل والطفل الثاني يقوم عادي حد في البيت، لا احنا منعنا، احنا عزلنا اطفالنا في المنزل اللي هم 25% من المجتمع اللي هم ممكن يكون بؤره حامله للمرض بدون اعراض، يعني ممكن ما يظهرش على الطفل اي مشكله خالص، لكن ممكن يقعد يغيره مسن. انا بعزله فتره ال 15 يوم اللي هو فتره نشاط الفيروس اللي هو فتره الحضانه، وانا بعمل اجراءات الصحيه واجراءات الوقائيه في الفتره دي للقضاء على البؤر، بعمل الحلقه، بقوم كسر الحلقه بتاعت الفيروس نفسه لو بمنع انتشاره. ودي فكره جيده جدا 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 للوقايه من المرض. نرجع تاني لدور الام في البيت، ان انا ازاي ابني في الفتره دي او والدي بغذيه مناعيا ازاي لمنع انتشار هذا المرض، لان المرض نفسه ملوش علاج، بيعتمد خط دفاعنا الاول على مناعه كل انسان. ففكره التغذيه المناعيه هي فكره مهمه جدا جدا. واول عنصر في الغذاء المناعي اللي هو البروتين الحيواني. ماشي، سمك، لبن، بيض، لحمه، فراخ، هي اغذيه متوفره ومهمه لبناء جهازنا المناعي.
فيتامين سي موجود في جميع العناصر الصغيره زي البرتقال والسفنجي والجوافه والكيوي. طيب فيتامين سي ده تحديدا هل ممكن في بعض موجود في بعض الصيدليات فيتامين سي فوار بشكل، هل ده للاطفال ينفع؟ ينفع الاطفال فوق العشر سنين بياخد جرعه كامله، ممكن تحت العشر سنين ممكن نديه يوم او يوم لا مش كل يوم. وفي بدائل احنا عايزين الاغذيه، التغذيه البرتقال يعني عشان احنا يعني عشان نكون واقعيين بكلم حضرتك من ارض الواقع، الاطفال مش بسهوله السيطره عليها في موضوع الاكل والشرب انك تدخلها. الكلام اللي حضرتك بتقولوه طبعا هايل ان يتم تنفيذه لو انا واحده كبيره وعارفه مصلحتي فين. الاطفال بيقاوموا دايما النوعيه دي، فبنحاول نشوف وسائل اخرى ان احنا نعلي مناعتهم بيها باجراء بسيط ابسط شويه من الاكل. يعني انت في صوره مستحضرات فيتامين سي موجود في الصيدليه، فيتامين د موجود في الصيدليه وموجود في الشمس عنصر طبيعي جدا. اولادنا موجودين في البيت دلوقتي، ادخل شمس البيت، افتح شبابيك البلكونات التهويه، ادخل شمس البيت الصبح، دي عنصر مهم جدا في فيتامين د. العسل النحل كل يوم انا ادي ابني، طب ما انا ممكن بدل ما اديله الفوار اديله كل يوم على غير الريق معلقتين عسل ميه دافيه اعصر عليه نص ليمونه، ما هو نفس طعم الفوار بالظبط، اجبره ان هو ياخده كل يوم عسل نحل قيمه غذائيه عاليه المناعه، الليمون او البرتقال السفندي اعصره له مش شرط ياكله، اعصره له على العسل مع الميه، ادوبه له واديه له في صوره شراب الصبح على غير الريق مهم جدا. البصل والثوم مش شرط ياكله الطفل كده، ياخده في صوره الاغذيه، يخش في البصل يكتر من البصل والثوم في الاكل في اكلنا العادي. الفيتامين ده زي ما قلت لحضرتك موجود في صوره مستحضرات، ممكن ناخده مستحضر وممكن ناخده من الشمس وممكن ناخده من الغذاء. أنا أقصد في الآخر إن الموضوع سهل وبسيط والأغذية متوفرة في صورة مستحضرات أو في صورة أكل كل بيت ممكن يعملها. طيب فكرة يعني دايما الموضوع تعليق الدراسة تحديدا منذ إعلانه ومقترن بفكرة يا جماعة طب الدولة عملت اللي عليها، فكرة إن الأهالي كمان يعني احنا بنتكلم في اسبوعين 14 يوم اطفال يتحبسوا في بيت، فبالتالي ممكن تلاقي بعض الاهالي بيلجأوا للخروج باطفالهم في الخارج من باب تغيير الجو للاطفال في الفتره دي. حضرتك تنصح بايه عشان فكره ان احنا نقول لهم ممنوع النزول ربما مش قابله للتنفيذ على ارض الواقع، حضرتك تنصح بايه لو اضطر ان هم يخرجوا او يعني يغيروا جو بره اطار البيت؟ هقول لحضرتك حاجه، الدوله عملت الجزء اللي يخصها ناقص الجزء اللي على المواطن. المواطن مش قادر يصبر اسبوعين ان هو ما ينشرش العدوى في الاسبوعين دي، هو مش هينشر عدوى، هو ممكن نفسه ياخد عدوى. مش قادر نصبر اسبوعين ان احنا بفكره عدم الاختلاط في الاماكن العامه في النوادي، عندك فرح اجله، عندك مناسبه اجتماعيه اجله، فرصه التجمع ده انت نفسك بتدي فرصه لنفسك تنقل تاخد العدوى، وفي نفس الوقت لو انت حامل وما عندكش الاعراض انت بتنقله. ففكره العزل دي مهمه جدا جدا، ما كنتش خايف على طفلك، خاف على اطفال الاخرين، خاف على اهالي الاخرين المسنين كبار السن ذوي الامراض المزمنه اللي هم دول بصراحه الاهم في الفتره اللي جايه ان احنا نخلي بالنا منهم. طب دكتور سريعا كده، كان انتشرت بعض الفيديوهات، هل الفيروس بينتقل بمجرد التلامس فقط؟ يعني مجرد ما سلم على حد عن حامل للفيروس ينتقل بالطبع للي بيسلم عليه، ولا لازم يبقى فيه كحه، فيه رذاذ، فيه نفس؟ يعني هشرح لحضرتك، هو فيروس رذاذي يعني من طريق عن طريق الرذاذ واللعاب. انا كحيت في ايديا يعني حطيت كده وانا بعطس حطيت ايدي، وبعد ما حطيت ايدي ما غسلتهاش وجيت سلمت علي على حضرتك. لا يعني احنا ما بنفترضش الحاله دي، بنفترض حد عن حامل وما عندوش الاعراض ولكن سلم على حد طبيعي. لا ايدي نفسها هو بس لو دعك عينه فرضا، لو عمل كده في مناخيره بايده، هو مش كده في جزء من الافرازات، هو فيروس لازم الافرازات دي تلاصق ايدك او تلاصق السطح اللي هين العدوى، من غير افراز ملاصق لايدك او للسطح هو مش ناقل للعدوى. طب سريعا قبل ما اختم مع حضرتك، احنا اغلب الاهالي والاباء كله سواء الام او الاب بيشتغلوا وبيخرجوا لان ما عندهمش تعطيل العمل كمان، فلما يرجعوا البيت يعني اول ما يدخلوا البيت ايه الاجراء السليم عشان لو هم لا قدر الله راجعين من الخارج باي ميكروبات يحموا اطفالهم اللي هيبقوا قاعدين معاهم بقيه اليوم؟ ده هو مش اول ما يخش حضرتك، قبل ما يخرج من شغله هيغسل ايده بالميه والصابون قبل ما يروح، واول ما يروح غسيل ايدي لمده 20 ثانيه بالميه والصابون، تطهير ايدك بكحول كل فتره، كل ساعه كل ساعتين، وانت في مكان عمل فيه جمهور اغسل ايدك كل ساعتين او كل ثلاثه، قبل ما تروح اغسل ايدك، اول ما تروح مفيش بوس مفيش احضان مفيش سلامات قبل غسيل الايدي والوجه والانف والاستشاق جيدا داخل المنزل، قبل ما تعمل اكل، قبل ما تسلم على ابنك، قبل ما تبوس، قبل ما تحضنه، انت هتغسل ايدك، هتغسل وشك بالصابون، هتغسل نفسك بالصابون، ميه والصابون لمده 20 ثانيه. غير كده هي دي اهم وسيله للنظافه.
النظافة. بشكرك، شكرا جزيلا دكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني مشاهدينا حاولنا من خلال حلقتنا النهارده ان احنا نشوف احنا واجباتنا، يمكن كتير بيبقى عايز كلنا عندنا طبعا عايزين نساعد نفسنا قبل ما نساعد الدوله، احنا بنحمي نفسنا وبنحمي ابنائنا، الدوله عملت اللي عليها، خدت القرارات، حمت اطفالنا، خصصت 100 مليار جنيه كخطه لمنع انتشار فيروس كورونا، ده مبلغ كبير جدا جدا وان شاء الله يقدر يتم انفاقه في قنواته اللي تقدر تمنع هذا الفيروس بشكل كبير. احنا علينا دور، حاولنا من خلال حلقتنا النهارده ان احنا نجيب لحضراتكم اساتذه اللي ممكن يقولوا لنا الروشتة اللي احنا الايام اللي جايه على الاقل خلال 14 يوم اللي جايين نستغلهم ازاي، ان احنا نرفع مناعه اولادنا واحنا كمان سلوكياتنا ازاي تتغير في الفتره القادمه، وان شاء الله فتره وتعدي وربنا يحمي مصر دائما. بشكر حضراتكم مشاهدينا الحسن متابعه حلقه اليوم، والى اللقاء.